ولمتابعة أكثر لزيارة سمو ولي العهد إلى فرنسا، معنا مباشرة من باريس موفد القناة السعودية الزميل يوسف العوفي. يوسف مساء الخير. بداية يوسف، مع وصول سمو ولي أهلا العهد، وسهلا بك زميل عبد الرحمن. نعم أهلا بك، بداية مع وصول سمو ولي العهد إلى باريس، كيف تابعتم الاستعدادات لهذه الزيارة وكذلك أهم الملفات المتوقع مناقشتها؟ نعم أهلا وسهلا بك زميل عبد الرحمن وزميل عادل وبالمشاهدين الكرام. كما أسلفت، هناك بإذن الله تعالى ستكون ملفات وفعاليات متعددة بإذن الله بدءا من يوم غد، حيث سيكون هناك منتدى الرؤساء التنفيذيين والذي تنظمه أو ينظمه المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية هنا أو الدولية هنا، وأيضا سيكون هناك انطلاق الأيام الثقافية السعودية الفرنسية بإذن الله تعالى، وكذلك حديث مسك والذي تنظمه مؤسسة مسك الخيرية، بالإضافة إلى فعالية لبرنامج فعالية واجهة معهد العالم العربي بإذن الله تعالى. هناك يعني نشاطات متعددة وحافلة بكثير من الفعاليات التي بإذن الله تعالى ستكون في طريق العلاقات الاستراتيجية الثقافية والاقتصادية وكذلك العلمية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا. يسرني للحديث حول هذا الموضوع أن أستضيف معي هنا الأستاذ علي نصر الدين المحلل السياسي. بداية أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، شكرا. أستاذ علي، لو حدثتمونا من غد ستبدأ فعاليات الأنشطة الثقافية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا وكذلك الأنشطة الاقتصادية، لو حدثتمونا عن الجانب الاقتصادي والثقافي الفرنسي والسعودي. بالطبع ما يقوم به سمو ولي العهد في المملكة العربية السعودية هو ثورة بالمعنى الحقيقي للثورة، ولكن بمعناها الإيجابي وليس بمعناها السلبي الذي عرفت به. سمو الأمير محمد بن سلمان وضع المملكة على سكة التقدم الحضاري الثقافي والاقتصادي في جميع أنحاء العالم، وهذا ليس فقط فخر للمملكة العربية السعودية وشعب المملكة العربية السعودية، ولكن يجب أن يكون فخرا لكل الأمة العربية. لماذا؟ لأن موقع المملكة سيكون له تأثير كبير على مجريات الأمور الثقافية والاقتصادية في العالم العربي والعالم الإسلامي، حتى في العالم الإسلامي إذا يعني قلنا أن العالم الإسلامي ليس فقط هو العالم العربي. من ناحية أخرى، الموضوع الاقتصادي وطموحات سمو ولي العهد طموحات كبيرة اقتصادية وثقافية. من الناحية الاقتصادية يجب أن لا ننسى أن هنالك رؤية 2030 التي ستضع المملكة في موقع اقتصادي كبير، ولا بد من هذه الزيارة التي يقوم بها ولي العهد إلى فرنسا أن يكون من الناحية الاقتصادية هنالك بحث استراتيجي في التعاون مع فرنسا بخصوص رؤية 2030. أما من الناحية الثقافية ففرنسا معروفة إنها البلد الأول في العالم ثقافيا وحضاريا، وبذلك التعاون الثقافي سيكون مع فرنسا سيكون تعاونا استراتيجيا بعد الانفتاح الكبير الذي الآن المملكة تعيشه والذي يعيشه الشعب السعودي، والانطباع الجيد الكبير لدى الكثير من الفرنسيين ومن الشباب العربي حتى في فرنسا لما يقوم به سمو ولي العهد. علي نصر الدين، شكرا جزيلا لك أن كنت معنا هنا. نعم شكرا. نعم عبد الرحمن وعادل، بإذن الله تعالى غدا سنكون معكم في نقل لجميع الفعاليات التي ستبدأ من يوم غد، وسنباشركم
بما يستجد أولا بأول بإذن الله تعالى. شكرا لزميلي يوسف العوفي مفدى القناة السعودية من باريس وضيفه الكريم، شكرا لك.